في عام 2019 ومع الحديث عن تبذير الطعام، قالت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تريزا ماي إنها لا تتخلص من المربى عندما تظهر فوقها طبقة من العفن، بل تقوم بإزالة هذه الطبقة وتتناول ما تبقى منه. ماذا عن باقي الأطعمة؟ خبراء سلامة الأغذية وضعوا بعض النصائح حولها، منها الأجبان الصلبة مثل جبنة تشيدر في حال ظهر عليه العفن فقط اقطع المنطقة المصابة، على عكس الأجبان الطرية التي تحتوي على نسبة رطوبة عالية. أما الخضروات الصلبة كالتفاح والجزر ممكن معاملتها بنفس الطريقة والاستفادة مما تبقى منها. كذلك الحال مع الشوكولاتة، فظهور بقع بيضاء عليها ليست بالأمر الضار، ما هي إلا تفاعل الشوكولاتة مع الرطوبة. حتى الحليب يمكن أن يكون صالحاً للاستخدام لأيام بعد انتهاء تاريخه، إلا إذا كانت رائحته كريهة فتخلص منه مباشرةً.